التربصات يعني التربص الإعدادي تنشتغلوا الحمد لله بكل جدية وبكل الأريحية. ونشكر الرئيس من هذا المنبر اللي وفرنا الظروف ديال الاشتغال يعني الوطيل والملعب يعني بكل صراحة. نشكروا حتى الناس ديال الدار البيضاء على حسن الاستقبال وعلى رأسهم سي المير اللي موفر لنا الملعب باش نشتغلوا فيه الأمور البدنية والأمور التكتيكية والتقنية. دنحاولوا نجمعوا الجروب ديالنا وحنا في صدد يعني تنقيب على اللاعبين يكونوا مميزين باش نقحموهم مع الفريق. لأن يعني بكل صراحة مازال ما لقيناش توليفة، ولكن الحمد لله حنا غادي نشتغلوا وباش نهيئوا فريق تنافسي ان شاء الله اللي غادي يقول الكلمة ديالو في القسم الوطني الثاني. المقابلة ديال الرجاء لا جينا نشوفوا الهزيمة تعكس الصورة اللي ظهرنا بها. كانت هناك أخطاء يعني كنا نقولوا فردية، ولكن حنا يلاه في بداية المشوار ديالنا مازال لحد الآن مازال ما شغلناش على الأمور التكتيكية. لأن حتى حصة واحدة ما خدمنا على الشق التكتيكي، ولكن حنا يعني جيدا نستعدوا إن شاء الله باش نوجدوا اللاعبين ذهنيا ونحاول نقلب على تشكيلة النموذجية اللي غادي تقول إن شاء الله اللي غادي تاخذ زمام الأمور في أول مقابلة ضد شباب المسيرة. لهذا ظن كما شرت سابقا اللاعبين بانهم اللي بغى يحصل على الرسميه ديالو اكيد خصو يشتغل ويبذل واحد المجهود كبير، لان التوني ديال ليزمو ما ساهلش باش يلبسوا اي واحد الا ولا كان يتقاتل له التوني، ومهيئ راسو بدنيا ونفسانيا وتكتيكيا. اذا حنا ونشكروا لما تقولوا لي على حسن استقبال الرجاء البيضاوي الملعب ديالهم، ودرنا مقابله كبيره رغم الهزيمه ب6-0، ولكن هذا ما يعكسش الصوره ديالنا اللي قدمناها. نزيدوا نشتغلوا ومجموعه ديال الاخطاء اللي ارتكبت، وحنا في صدد باش كل مقابله غادي تبين لنا العيوب ديالنا. ابري غادي ناخذوا يعني ندوزوا واحد 4 ماتش و5 ماتش ديال لي ماتش اميكو، اكيد غادي نلقاو الفريق اللي غادي ينافس بكل شراسه ان شاء الله. تقريبا 22 لاعب وحارسين، حارس مازال في الفئات الصغرى حتى هو جبناه معنا بور اترابي لا كونفيونس مع لو جروب، وكاين الحارس الرسمي اللي هو جادور اللي كان السنه الفريطه دي يعني كان عارين ديال الاتحاد الاسلامي الوجدي. ونحاولوا نقلبوا على جوج حراس في المستوى العالي باش تكون تنافسيه، لان الا خليتي حارس واحد اوتوماكسيمو راه ما تزيدش. بكل صراحه تنقلبوا على حارسين يكونوا مميزين باش الكل يقلب على البلاصه ديالو ويقلب على الرسميه ديالو، وان شاء الله انا نوعد الجماهير الاتحاد الاسلامي الوجدي باش نقدموا موسم اثنائي ان شاء الله كاس السنه الفارطه يعني بكل قتاليه وبكل جديه وبكل اصرار وبكل عزيمه ان شاء الله.